بونجور مي بون زيليف كومون تالي بيان. يا رب تكونوا بألف مليون خير وسلامة. نكمل النهاردة لانفينيتيف دي فيرب. وصلنا لغاية إننا نعرف ونسأل إيه هو الانفينيتيف، عبارة عن إيه. بيقول لي الانفينيتيف دي فيرب ده شكل الفيرب قبل ما صرفه في أي زمن، شكل الفيرب قبل ما صرفه في أي زمن بسميه انفينيتيف. جميل قوي. طيب احنا خدنا قبل كده ودرسنا انه الانفينيتيف في الفرنسي اخره يا اما الاغ عشان يبقى مجموعه اولى، يا اما اخره اي اغ يبقى مجموعه تانيه دوزيام جروب، يا اما اخره اي اغ او اغ او 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 اي اغ عشان يبقى مجموعه تالته. طيب لو انا بصيت على الفيرب اخر اغ او اي اغ او اي اغ او 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 اي اغ، امتى بستعمل الفيرب في الانفينيتيف؟ بيقول لي لما يجي فيربين ورا بعض، لما بستعمل فيربين ورا بعض بستعمل الانفينيتيف في الفيرب التاني. بمعنى ان انا لو عندي فيرب زي prendre مثلا، كتبته prendre ليه زي ما هو كده؟ ليه؟ لان انا عندي قبليه على طول في فيرب متصرف، هقول il faut prendre le taxi. يعني يا مسيو لما يبقى في فيرب متصرف قبل الفيرب الاساسي بستعمل انفينيتيف؟ اكيد طبعا. خلاص كده. طيب لما بقول je vais être docteur يبقى انا صرفت هنا فيرب aller بمعنى سوف، وبعد كده être يتحط زي ما هو في الانفينيتيف. جميل قوي. يبقى اول حاجه اعرفها لما يبقى في فيربين ورا بعض، الاول متصرف والتاني مش متصرف، يبقى التاني كده محطوط في الانفينيتيف. خلاص كده. طيب لما قلنا il faut prendre le taxi je vais être docteur، انا استعملت الفيرب التاني في الانفينيتيف، يعني الفيرب زي ما هو من غير ما اصرفه. طيب بيقول لي استعمل الفيرب في المصدر او في الانفينيتيف لما يسبق ببعض حروف الجر زي سان وزي بور وزي الدو وزي الا. طيب ما تكتبهم لنا يا مسيو بس كده. حاضر. يبقى انا بستعمل الانفينيتيف دي فيغ لما يبقى عندي بور، لما يبقى عندي دو، لما يبقى عندي الا، لما يبقى عندي سان. اول ما بشوف دول بستعمل وراهم الانفينيتيف دي فيغ. اتفقنا؟ يبقى لما الاقي بور بمعنى لكي، بور دي معناها لكي، الدو معناها ان تفعل كذا، معناها لي او عشان، يعني سان معناها بدون، اول ما الاقي كلمه من دول بستعمل وراها لانفينيتيف دي فيغ. جو ترافاي بيان بور ريوسير، يبقى بور اتحط وراها الانفينيتيف زي ما هو. ايه هو الانفينيتيف يا مسيو؟ الانفينيتيف ده الفيرب اللي هو كي سي تيرمين بار ار يبقى مجموعه اولى، اي ار يبقى دوزيام جروب مجموعه ثانيه، اغ او 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 اي ار يبقى توازيام جروب مجموعه ثالثه. طيب يبقى انا عندي بور والدو والا وسان بيتحط وراهم الانفينيتيف، يعني الفيرب زي ما هو. Il vient de passer les vacances. لسه كان بيقضي الأجازة. بعد كده بيقول لي لانفينيتيف دي فيرب ماله؟ إذا سبق بأداة فإنه يستعمل كاسم. يعني إيه؟ يعني لما بقول ديني يعني يتعشى. فيرب ديني لوحده، يعني أنا لو جيت عملت مثلا ديني كده هو كفيرب، أقول on va on va dîner. on va dîner على بعضها احنا هنتعشى سوف، لكن لو dîner لوحدها بمعنى العشاء. يعني انا ممكن استعمل اللو قدام الفيرب بتديني النو، اكيد طبعا في حالات كتيره جدا، يعني مش هنقول سي تين ريغل جينيرال دي قاعده ثابته، لا، مع الأغلبية بستعمل اللو قبل الفيرب في الانفينيتيف بتديني لو نو يعني الاسم. يبقى نقول مرة تانية عشان ما نزودش عن خمس دقايق ونص، يبقى درس الانفينيتيف ده بالنسبة لي اتفهم تماما كومبليتمون وكمان نهائي ديفينيتيفمون.
نقول الانفينيتيف ده الفيرب قبل ما اصرفه زي ما هو اخره اغ او اي اغ او اغ او 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 اي اغ مجموعه ثالثه. لما يجي فيربين ورا بعض ما عدا اتغ او افواغ بحط الفيرب الثاني في الانفينيتيف، زي لما شفنا فيرب بروندر وزي اتغ يكون قبليهم فيرب متصرف. اربع كلمات دايما بلاقي معاهم الانفينيتيف بور والدو والا وسان، وبعد كده بستعمل الانفينيتيف بمعنى الاسم، ديجوني بمعنى يتغدى، لو ديجوني بمعنى الغدا. نكمل الفيديو اللي جاي ان شاء الله بدرس جديد، يا رب نكون فهمنا الانفينيتيف. اوغفوار.